هتكلم الليلة في نقاط، هتكلم عن مواكب الليلة، وهتكلم عن الاجتماع التفاوض الليلة بينه والحرية وتغيير المجلس العسكري الدار في التفاوض شنو وحصل شنو ووصلوا إلى شنو. أتمنى بس إذا صوت واضح تقولك لأنه صوت دفاعي واضح. الكلام اللي أنا هقوله في البداية ده، مقدمة لكلام اللي هقوله في النهاية، يعني ممكن الكلام اللي في البداية ده ممكن ما تسمعه أنت وتكون عارفه، لكن حابب أتكلم بالتخصيص عن الذي دار الليلة بين قوى الحرية وتغيير والمجلس العسكري داخل الأروقة بتاعت التفاوض، لأنه نحن ما بنعرف وإنت ما بتعرف والمواطن السوداني ما بيعرف، ما بزول بيجي بورينا الدار داخل الأروقة بتاعت التفاوض شنو، بدون نسب، بيقولوا نحن وصلنا إلى 95%، لكن ما نحن وصلنا إلى 95%، بيقولوا لنا نحن بنتفاوض على تسليم السلطة، لكن هم بيتفاوضوا على حاجات تانية، بيقولوا لنا إنه هم بيتفاوضوا داخل قوى الحرية وتغيير على مطالب الشعب السوداني الطلع. والدماء بتاعته هندي بتروي كل المدن وبتروي كل الطرقات من 13 ديسمبر عنده مطالب. قبل ما اتكلم عن الحاجه دي، اول حاجه السلام عليكم يا شباب، تحيه طيبه لاي زول بيسمعني هنا، ونترحم على ارواح شهداء الثوره السودانيه في اي منطقه من مناطق السودان. الشعب السوداني اللي عارفين طلع مليونيه، كلكم عارفين انه الليله طلع مليونيه، سموها مليونية القصاص العادل، ودم الاسم بتاع الحقيقي، والكلام ده قلته انا امس في لايف هنا، قلت انه المليونية ما دعا لها تجمع المهنيين، المليونية والله ما دعا لها تجمع المهنيين، تجمع المهنيين تبنى المليونية، لكن المليونية دعوا لها ابناء الشعب السوداني، دعوا لها لجان الاحياء ودعوا لها لجان المقاومة، جو ناس قوى الحرية والتغيير ما كلهم جو يتبنوا المواكب بتاعت الليلة، يتبنوها عشان يتحكموا في المسارات بتاعتها، ما عشان مساراتها تمشي للطريق الصحيح. والليلة سمحتوا المواكب كل أبناء الشعب السوداني الليلة طلعوا، الليلة كل أبناء الشعب السوداني طلعوا من أي ولاية، من أي حارة، من أي مدينة، طلعوا بمطالب واحدة، مطالب واضحة وصريحة، ما جو قالوا والله القصاص العادل، جو مطالب واضحة وصريحة. الناس شفتوهم الليلة طلعوا الليلة ديل في أم درمان وفي بحري وفي الخرطوم وفي سنار وفي الدمازين وفي القطارف وفي كل ولايات السودان، طلعوا بيهتفوا بهتافاتهم الواضحة زايد إسقاط المجلس العسكري. الليلة المواطنين كان بيدعوا بإسقاط المجلس العسكري، ده مطالب الناس طلعت الليلة دي. الناس طلعوا الليلة ديل كيزان كتايب بتاعت ظل، ما مواطنين جايين من تشاد، جايين من سنار، فاقدين الأهلية، لا، ده الشعب السوداني، دي مطالب الشعب السوداني، إسقاط المجلس العسكري، إسقاط البرهان وحميدتي، لأنه المواطن السوداني عارف واعي واصل إلى قناعة، ما في دولة حتبنى على المرتزقة والقتلة ديل. الليلة بنتكلم على إنه 4 شهداء بإصابات مباشرة برصاص بتاع قناصة، منو اللي قاعد يقتل الليلة؟ منو الليلة اللي قاعد يقتل في أبناء الشعب السوداني اطلعوا سلميين، اطلعوا بهتافاتهم. الناس طلعت ما شايل غير أصواته وما شايل غير هتافاته. منو الليلة عنده المصلحة إنه يقتل أبناء الشعب السوداني؟ زي ما الناس بتطلع في البيانات، غير البيانات دي ما لقيناها إلا من الأحزاب السياسية الزماني، زي ما هم بيطلعوا في البيانات بيقولوا انه تعرضنا الى القتل، وهنالك اشخاص يلبسون معارف كلام خارم بارم. القتل الليله هو المجلس العسكري، حق ليدي كتائب الظل، منو الليله اللي قاعد يدعم كتائب الظل؟ كتائب الظل لو قلنا فعلا انه هي في كتائب ظل اللي بديها التعليمات منه، اللي بديها الاوردر بتاع اقتلوا منه المجلس العسكري، حنلف وحندور بنلقى انه احنا بنتعامل مع قتله، والمواطن السوداني الليله قاله، ده ما كلامي انا ولا كلام احزاب سياسيه ولا كلام اي كائن من كان. الليله الناس اطلعوا ديل هتافاتهم اسقاط المجلس العسكري، ده مطلب من مطالب الثوره، يا قوى حريه وتغيير ويا تجمع المهنيين. يعني انتوا بتقولوا انكم بتمثلوا مطالب الشعب السوداني، الشعب اطلع الليله ده ما هو الشعب السوداني؟ الناس اطلعوا الليله ده الكتايب بتاع انزل، ما كتايب بتاع انزل، طلعوا يطالبوا بمطالب باسقاط المجلس العسكري، دي مطالب الثوره، لكن لا حياه لمن تنادي، لانه الناس اللي بتمثلنا ما فارق معاها المواطن السوداني في حاجه، دايره تصل على جثث ابناء الشعب السوداني الى القصر الجمهوري، والكلام هذا اذا انت ما شايفه الليله اظن من
سقوط عمر البشير مفروض تكون الرؤية بالنسبة لك وضحت. الليلة طلعوا ديل بيطالبوا بإسقاط المجلس العسكري، مين اللي بيمثلهم الليلة؟ الليلة الناس اللي ماتوا الأربعة ديل، أربعة من أبناء الشعب السوداني، وقبليها أطفال دون عمر الـ 12 والـ 18 سنة قتلوا بدم بارد في الأبيض، جو طلعوا علينا احترفوا بالجريمة بتاعتهم. الليلة نحن بنطالب بالدولة المدنية، بنطالب بالدولة المدنية على أيدي منو؟ على أيدي قتلة، على أيدي قتلة. الليلة بنتكلم على إنه داخل الخرطوم، داخل الخرطوم الأسلحة الحايمة داخل الخرطوم، سلاح السي 5 ده سلاح بتاع عبادة جماعية، ده سلاح الهدف منه. قد تكونوا شفتوا الصورة بتاعته، والصورة بتاعته قاعدة في الصفحة هنا، قاعدة الليلة في الصفحة هنا، قاعدة أرجع في الصفحة بتلقى الصورة بتاعته. ده سلاح الهدف منه قتل أكبر عدد من الناس، وين؟ داخل العاصمة الخرطوم، داخل منطقة مأهولة بالسكان. الناس اطلعوا دي الليلة هم مسلحين ما مسلحين، لكن نحن نتعامل مع ميليشيات إجرامية، مع ميليشيات لا تفقه إلا لقة القتل، إلا لقة الاختصاب. وبعد ده كله، وبعد الناس اطلعوا الليلة، وبعد كل أبناء الشعب، أنا بتكلم سلمية، أنا أصلا غير سلمية ما عندي حاجة، أنا في كلامي ده ما قلت عنف ولا قلت سلمية، ما ذكرت أي حاجة. الناس ما تقول الزول كلام هو ما قاله. نحن خمسة سنة قبل ما أحزابك دي تطلع وتتكلم بيقول لا أخسر طريق للغصر الجمهور هو السلمية، قبل 5 سنة الكلام ده، قبل ما تكون في ثورة أصلا. الناس اطلعوا ديل بالآلاف بالملايين، كلكم شفتوهم ما بيطالبوا بقصاص عادل، لأنه ما في قصاص حقيقي وإنت دار تدي شرعية إلى قتله، لأنه ما في أي قاتل حيحاسب وإنت خات يدك مع قتله. المواطن الليلة طلع وقال إسقاط المجلس العسكري، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا صوت يعلو على صوت المواطن السوداني. ده المواطن السوداني لما انطلع جاب قوى الحرية وتغيير وطلعت ما كان عندها وش تواجه أبناء الشعب السوداني. ده الشعب السوداني طلع، ديل أبناء الشعب السوداني، ديل هم عماد الثورة، طلعوا قالوا إسقاط المجلس العسكري، خلاص كلام انتهى، ده كلام الشعب. حتى لو الشعب ما واعي ولا الشعب جاهل ولا الشعب، ده الشعب جابك وانت بتقول انا بمثله يا تجمع المهنيين. وبعد ده كله وابناء دماء الشعب السوداني بتسفك في الطرقات، الناس قاعد، الناس اللي بتمثلنا قاعدين في القصر الجمهوري يتفاوضوا ويضحكوا ويتغازلوا مع المجلس العسكري. يا اخي بالله ما عندكم نخوة ولا عندكم كرامة، ما عندكم نخوة ولا عندكم كرامة. اليوم اللي بيقتلوا فيه أبناء الشعب السوداني اللي انتوا بتقولوا نحن دارين المدنية عشانه، مدنية وأبناء الشعب يموت، الفايدة بتاعت المدنية شنو؟ مدنية والأطفال بتموت في الأبيض والله بتموت في غيره وغيره وغيره، فايدة المدنية شنو؟ من يهون يسهل الهوان عليه وما لجرح ميت إيلام، ده بيت شعر علمونا ليه ومين نحن بنقرأ في السنة الأولى روضة. من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح ميت إيلامه، النازل ما عندهم جرح ولا عندهم وجيع، النازل ما فارق معاهم يموتوا 1000 3000 10000، والله ما فارق معاهم، ما ماتوا آلاف مؤلفة في دارفور. في زول منهم طلع شفتوه طلع في الشوارع وقال لا إسقاط العمر البشير ما بقولوه، وبيبقوا شوك إنه أنا بمثل مطالب الشعب السوداني. ما بتمثل مطالب الشعب السوداني، أنت بقيت في وادي ومطالب الشعب السوداني في وادي من 10 أبريل. الليلة الناس اطلعوا أطفال وبنات ونسوان، ما سمحتوهم بيقولوا إسقاط المجلس العسكري ولا لا؟ بيناتهم في مندسين، بيناتهم في والله كتائب ظل بتقول الكلام ده. الناس الليلة بتموت، بتموت وقاعدة في المستشفيات والناس قاعدة تتفاوض. يا أخي نخوة، كرامة، عزة، ما بتاخد يدك في قاتل يا أخي، ما بتاخد يدك في يد قاتل مهما بلغت الضغوطات اللي عليك، مهما بلغت الضغوطات اللي عليك ما بتقعد على طاولة، ما بتاكل ليك يا أخي مع زول. يا أخي نحن في أحيانا في مناطقنا في تربيتنا في بيوتنا زول قتل أخوك ولا قتل أمك ولا عمل حاجة، ما بتقعد معه في طرابيزة، ما بتقعد معه، ما بلمكم شارع مع بعض. انتوا قاعدين ليلة في القصر الجمهوري تتفاوضوا وتدلسوا على أبناء الشعب السوداني وتغشوا في المواطن السوداني. غشيتوه لما جيتوا في القيادة العامة، قلت لهم احنا بنتفاوض على تسليم سلطة،
والليلة عرفني انكم بتتفاوضوا على اختصام سلطة. غشيتوا المواطن السوداني لما جيتوا. قالين المواطن ده غبي، المواطن ده ما غبي بالمناسبة، المواطن ده اصلا ما غبي. جيتوا بتقولوا القصاص العادل من المجلس العسكري، ما حد انت لو دار تحاسب زول، لو دار تجيب زول تحاسبه، بتجردوا من سلطاته ولا بتديه سلطات؟ الليلة المجلس العسكري ده سلطاته شنو؟ سلطاته المجلس الانقلابي، مجلس انقلابي. انت دار تديه، دار تحاسبه ودار ترفعه درجة وتديه احتراف دولي من الدول المحيطة. قاعدين تتفاوضوا تتفاوضوا تتفاوضوا، وحميدة الليلة بيوقع على اتفاقيات بتاع الدبابات مع روسيا. ما عارفين الكلام ده يا اخوة الحرية وتغيير يا الصادق المهدي؟ الخبر ده ما مر عليه يا نداء السودان بقيادة الصادق المهدي والدقير؟ ما عارفين انه حميدتي وقع عقد مع شركة روسية لدبابات؟ ما عارفين الكلام ده انتو ولا ما مر عليكم الخبر ده؟ حميدتي الليلة الميليشيا بتاعت الجنجويد، حميدتي الليلة عنده سلاح بتاع موسيقى. عارفين الحاجة دي يا ابناء الشعب السوداني؟ بنعرف سلاح الموسيقى في الشرطة وفي الجيش. حميدتي الليلة عنده سلاح موسيقى، عنده جنجويد بيعزف، جنجويد بيعزف سلاح موسيقى الجنجويد. حميدتي الليلة انتوا بتتفاوضوا بتتفاوضوا بتتفاوضوا، حميدتي بيجتمع مع السعودية ومع الامارات، وانتوا الكلام ده ما عارفينه؟ بتدوا يوميا فرصة لحميدتي انه هو يتقوى، في حين انه الشارع في وادي وانتوا في وادي. انتوا ما بتمثلوا مطالب الشعب السوداني ولا حتجيبوا المدنية. والله والله تعالى الاجل وام قصر، انتوا ما حتجيبوا المدنية لانكم جزء منكم جزء كبير خونة، ما كانوا واقفين مع الثورة ولا شاركوا في الثورة في حاجة. زول يجيبوا لي حزب الامة شارك في الثورة السودانية دي في حاجة؟ ما شارك في الثورة، بل انه هو شارك لاجهاض الثورة السودانية. لما المواكب شغالة بيقول يا اخو الله دي ما عارف شنو كلام، انا ما بقدر اقوله ذاته احتراما للناس اللي قاعدة هنا. ده امامنا، ده امامكم يا قوى الحرية والتغيير. ده قدم للثورة شنو خلال 30 سنة من الحكم بتاع عمر البشير؟ الصادق المهدي قدم الى الثورة السودانية شنو؟ ما قدم ليها ولا حاجة، وكان طول الفترة واقف عكس مطالب الشعب السوداني، ولا حس ولا يوم حس بمعاناة المواطن السوداني. ما هم ديل الاسر السيادية، دي اسر ما بتحس بمعاناة الشعب السوداني، ما بتحس بمعاناة الشعب السوداني. رئيس حزب المؤتمر السوداني ما كان قبل الثورة بأربع شهور بيصرح في التلفزيون وبصرح في القنوات انه انا حانزل انتخابات شرعية مع عمر البشير؟ خلوا الكلام ده كله، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. هل نحن يوميا حنكون الدماء بتاعتنا سائلة من قتلة وانتو دارين تتفاوضوا؟ واسوأ الفروض، خد اسوأ الفروض، اسوأ الفروض، التفاوض حيؤدي الى شنو؟ التفاوض حيؤدي الى شنو؟ التفاوض حيؤدي الى اتفاق، اتفاق مع منو؟ مع البرهان ومع حميدتي. يعني القتلنا والاختصبنا بدم بارد، والقتل اطفالنا والاختصب نسانا، ما مذكرين الاختصاب بتاع النساء في القيادة العامة؟ ما مذكرين اصوات النساء اللي كانوا بيقولوا بيقولوا واسودانية؟ ما سمعتوا الاصوات دي؟ الاصوات دي ما حركت فيك حاجة؟ ما شفت صور الاطفال اللي هم قتلوهم في الابيض؟ الاطفال اللي هو عمر اخوك وعمر اخويا، ما عندك اخوان في البيت؟ ما عندك اخوات في البيت؟ تخيل انه واحد من اخوانك قنصوه برصاص زيه زي اي طيرة، احساسك حيكون شنو؟ تخيل انه واحدة من اخواتك اختصبت في القيادة العامة، حتشارك مع قاتل القتلنا والاختصبنا والكتل اطفالنا، دارين نحن نجي نقعد معاهم في طاولة عشان يحصل شنو؟ اسوأ الفروض. الاتفاقية دي حتودي الى شنو؟ حتودي الى شراكة، شراكة مع البرهان ومع حميدتي. خليهم، ما نقول انهم هم كيزان وما نقول اي حاجة، ده اتفاق حيؤدي الى شراكة مع قاتل، قاتل يا اخوة الحرية والتغيير. ما عارف انه قاتل؟ ما عارفين انه قاتل؟ ما شفتوا الفيديوهات بتاعت الاختصاب وفضل القيادة العامة؟ ده قاتل ومختصب، دارين تتفاوضوا معاه وتوقع معاه على اتفاق عشان يؤدي الى شنو؟ عشان يؤدي الى دولة مدنية
بتدلسوا على ابناء الشعب السوري. دي ما دولة مدنية. قال انتوا قاعدين تتفاوضوا عليها الليلة. انتوا بتتفاوضوا باسم مين؟ بتتفاوضوا باسم ابناء الشعب السوداني. ابناء الشعب السوداني. تجمع المهنيين ده قبل 13 ديسمبر ما كان في قرد في السودان بعرفه. كان جسم نكرة غير معروف. الرفعوا وخلاه تجمع المهنيين القوة الضاربة ابناء الشعب السوداني. ابناء الشعب السوداني الليلة يقتلوا في الطرقات. ابناء الشعب السوداني الليلة طالعين مليونية بيدعوا الى اسقاط المجلس العسكري. لكن لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي لأن الناس اللي بتمثلنا ما فارق معاها المواطن السوداني في حاجة. بل انه بتدلس وتكذب على ابناء الشعب السوداني. 3 شهور في التفاوض بتطلعوا بتقولوا المجلس السيادي تشريفي. تشريفي. يا جماعة ده مجلس تشريفي وانتوا كذابين ومنافقين. ده ما مجلس تشريفي. وكلمة تشريف دي كأنه هي تغيرت. قاعدين تكذبوا وتخدروا في ابناء الشعب السوداني. قبل امس دكتور الاصم الجين قلنا والله ده ولدنا من عمرنا بيمثل الجيل بتاع الشباب. ده بيمثل الجيل بتاع الشباب في اعمالنا في عقلياتنا بيفهم نفسي تفكيرنا. امس مصرح في الراد انه هو تواصل مع الحركات المسلحة جناح عبد الواحد. وطلع كذاب وطلع منافق. والليلة عبد الواحد طلع بيان من المكتب القيادي بتاعه بفند اي كلمة قالها دكتور الاصم. قاعدين تخدروا في ابناء الشعب السوداني وتوصلوا له مواضيع انكم والله حتحققوا السلام. والسلام ما حيجي. السلام ما حيجي لانكم ايتوا السلام. اي والله نحن عندنا تواصلات مع عبد الواحد. ده كلام دكتور الاصم اللي هو قيادي في تجمع المهنيين يدلس على ابناء الشعب السوداني. ونحن عايشين في دولة حبل الكذب. حبل الكذب قصير. حبل الكذب ده قصير اكثر ما انت تتخيل. الليل عبد الواحد مطلع بيان ما قريته البيان بتاعه. امشي اقرا البيان بتاعه تلقوه في صفحه الحركه الشعبيه. كاتب انه ما في اي تواصل. ما في اي تواصل بين تجمع المهنيين وبين شنو وبين عبد الواحد. ومطلع بيان اكثر من كده قال انه نحن دعمنا تجمع المهنيين لانه كان الشعار بتاعه تسقط. بس شعار تجمع المهنيين كان تسقط. بس ده عبد الواحد اللي هو رئيس حركه مسلحه. ديل الناس المفروض يجيبوا السلام يخدروا في ابناء الشعب السوداني على عسى ولعل. يا خلاص تعال بكره بكره بكره. الليله قال عبد الواحد بالفم المليان نحن دعمناكم لما كنتوا بتقولوا تسقط. بس لكن انتوا الليله قاعدين في محاصصات مع النظام السابق. انتوا الليله دارين تخشوا في تسويه سياسيه. ده عبد الواحد قال لو نحن كنا بنفتش التسويه السياسيه كان فتشنا التسويه السياسيه دي قبل سنين مضت لما كان عمر البشير في السلطه بتاعته. لما عمر البشير كان في الهيلمان وكان في القوه بتاعته لو دارين تسويه كنا لقينا التسويه. لكن التسويه ما بيلقاها الا الزول الواطي زيكم يعني ده السودان ويا الصادق المهدي ويا حزب المؤتمر السوداني. لانه التسويه ما بيلقوها الا زول هو اصلا بايع لامال واحلام ابناء الشعب السوداني. بتلقوها من اركم مني مناوي ما كان قبل كده قاعد في الحضن بتاع عمر البشير عادي عليه. العهر السياسي عادي بالنسبه له. بتلقوها من الصادق المهدي. الصادق المهدي العهر السياسي بالنسبة له ما من الليلة. الصادق المهدي أجهض ثورتين بتاعت أبناء الشعب السوداني منذ خروج المستقبل لحد الليلة. الصادق المهدي أجهض ثورتين والتاريخ لا يرحم لا يرحم الخونة. الصادق المهدي هو الخط يده في التراب وداه الشرعية. الصادق المهدي كان يكرم من عمر البشير وبديه الأوسمة. الأوسمة في شنو؟ في شنو؟ في وقوفه مع ابناء الشعب السوداني. حزب المؤتمر السوداني الحزب يقولنا والله حزب شبابي لكن والله بتلقاه موسى بمرور الايام يطلع لك فرعون. حزب المؤتمر السوداني مدى الحزب كان بيدعو الى انتخابات 2020 قدام عمر البشير وهو عارف انه حتكون في تزوير وعارف انه حيكون انه ما انه يا انا خاش انتخابات فاشله. يعني انت يا مؤتمر السوداني والله انت وزنون من نفس المرتبه. والله انت وزنون من نفس المرتبه. والله انا بتكلم عن حزب المؤتمر السوداني كجسم لا كقيادات. كقيادات خونه. كقيادات خونه. وبقولها بالواضح والصريح. قوى الحريه والتغيير فيها خونه. كلمه خونه دي واضحه صح؟ خونه. الصادق المهدي خائن. الدقير خائن. تمام؟ ديل الحزبين المتحركين الليله وهم القائدين الى التفاوض عشان كده ما فارق معهم في حاجه. مجزرة 29 رمضان كانوا ماشيين التفاوض. الليلة الأطفال بيموتوا غير البيانات الهزيلة. نحن نحمل ونحن نشجب
ونحن و طيب انت بتشجب وانت بترفض ما ترجع الى ابناء الشعب السوداني. شوف مطالبهم كانت شنو مطالبهم كانت، لكن انت دا تمشي القصر الجمهوري وارجلك ملطخه بدماء ابناء الشعب السوداني. والله على ما اقوله شهيد، والله انتوا السبب، والله والله انتوا سبب انه المجلس العسكري ده قاعد لحد الليله ويتقوى. زمان بنتكلم على سياسه التمكين بتاعت الكيزان، الليله بنتكلم على سياسه التمكين بتاعت منو؟ بتاعت الجنجويد. الجنجويد الليله يتمكن يشتري في الاسلحه ويشتري في الدبابات بيرد فيه فرصه. والشارع الليله عمل لحميته هيدك، الليله ممكن الليله ده عمل لحميته هيدك. بتجي احزابنا السياسيه نحن في التفاوض ووصلنا الى 25% ووصلنا الى 30% وشغالين تدليس على ابناء الشعب السوداني. والله تواصلنا مع عبد الواحد، عبد الواحد الليله قطعوا 6-0 6-0. انا ما بتاع تسويه ولا انا هاخد يدي مع اللجنه الامنيه لعمر البشير. انا لو كنت ده هاخد يدي، ده كلام عبد الواحد. والله تحيه لك من هنا يا عبد الواحد، تحيه بتاعت حب واحترام. ولا انا لا انتمي للحركه المسلحه، لكن المواقف بتصنع الرجال، المواقف بتصنع رجال. تعال واحد تقول لي والله ده خشوا محتغلات، الترابي ما خش محتغلات، الترابي ده خش كان محتغل في حياته، معاين ضيع السودان في 60,000 داهية، مصعب الضي ما خش محتغلات، ما هندا كوز نتين، يطبل إلى المجلس العسكري ويلعب على أوتار على أوتار العنصرية، تمام؟ زنون ده ما خش محتغلات، ما هندا كوز نتين، كوز نتين، نايم في حضن نايم في الحضن بتاع شنو؟ بتاع المجلس العسكري. اول ما جاء مشى دير قعد مع المجلس العسكري. واديكم ليها معلومه، خلوها دي، خلوها بالايام، خلوها بالايام، خلوها بالايام دي. الناس ما بتزاود على بعضها، تمام؟ سمحتوا يا شباب لو سمحتوا. بعد الليله القتل والدماء السائله دي بنلقى انه بيمشوا القصر وبيضحكوا وبيلاقوا البرهان وحميدته بيسلموا عليه، هاي كمان تفضلوا، هاي يلا التفاوض الحاصل بيشو. كأنه الناس الماتت دي دماء رخيصة لأبعد درجة، لأبعد درجة يا أخي. يا أخي لما يكون عندك كلب يموت لك بتكون زعلان، فما بالك بالنفس التي حرم الله إلا بالحق. فما بالك بإنه الشعب طالع عشان يسقط مجلس عسكري وأنت تدي المجلس العسكري فرصة ورا فرصة. مجلس 29 رمضان الشعب السوداني طلع عن بكرة أبيه، جيتوا أجهضتوا المليونية بتاع 30 يونيو، جيتوا أجهضتوها وحولتوها إلى ميادين، جيتوا حولتوها إلى ميادين. جو طلعوا لك أنت قال لك لا لا ده الكلام بتاع لجان المقاومة. تواصلنا مع كل لجان المقاومة، تواصلنا مع كل لجان المقاومة، ده ما كان كلام ولا كان رؤية. المليونية بتاعت الليلة دي أسموها القصاص العادل، محاولة إحطاء الأحلام. والله القصاص حيجي بكرة، المحاسبة حتيجي بكرة. المليون ما اسم القصاص العادل، ولا دع عليها تجمع المهنيين ولا اشتغل لها تجمع المهنيين. ها رأيكم شنو؟ المليونية دعوا لها أبناء الشعب السوداني ولجان المقاومة، والمليونية كان الهدف منها إسقاط المجلس العسكري والدولة المدنية، لكن مسكوا لك الدولة المدنية وتناسوا مطالب الشعب السوداني لإسقاط المجلس العسكري، تناسوا هتافة الناس إسقاط المجلس العسكري، تناسوا زي ما تناسوا هتافة الناس في القيادة العامة تسقط طالب. الليلة برضو يتناسوا مطالب الشعب السوداني يقول لك لا 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 يا اخي دي لغة بتاعت سياسة، نحن نلعب سياسة. بتلعب سياسة مع قاتل، انت بتلعب سياسة مع قاتل. وبكرة وبكرة يا اخو الحرية وتغيير يا تجمع المهنية المجلس العسكري حيقلب عليكم بكرة، طال الاجل ام قصر. الليلة بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة، لانه دي العقيدة بتاعت الناس دي، عقيدة القتل والاغتصاب والقتل. الجنجويد دي غير القتل ما عندهم حاجة. بكرة وبعد بكرة يا اخو الحرية وتغيير يا تجمع المهنيين المجلس العسكري بقيادة الجنجويد حيقلب عليكم وحيدخلكم المحتغلات وحتجوا راجعين لابناء الشعب السوداني. تقول لهم يلا ارح المواكب، يلا اطلعوا ارح المواكب، يلا اطلعوا ارح موتوا. مش الليلة بتقولوا لهم انه معلش تمام. الليلة مش قوة الحرية وتغيير بتجي وبتحوم بتقول لك لا لا احنا الدم السوداني غالي. الدم السوداني ما وقف، الدم السوداني ما وقف، والليل يوميا الدم السوداني حيسفك، ويوميا الدم السوداني حيسفك. الدم السوداني سفك في دارفور على مدى 15 سنة ما وقف، لأنه ده القتلة، تمام. الدم السوداني استمر إلى داخل الخرطوم يوم القيادة العامة 29 رمضان تم اغتصاب النساء. الدم السوداني ما وقف، رجعتوا الى التفاوض، مات الناس يوم 8 رمضان، ماتوا الاطفال وماتوا النساء، ما في دم حيجيف
ما في دم حيقيف ما لم انه نحن نعالج المشكلة من جذورها. لو انت عندك زول عنده سرطان، زول دكتور عنده سرطان، ما بتقول له والله يا اخي ابلع عليك بنادول، لا، الحل الجذري، بتستأصل الورم ده من حتته. لكن نحن لا، نحن ناس دار يجهد الثورة، قوة الحرية وتقييم نداء السودان دار يجهد الثورة، داير يجهد الثورة ودار يؤدي البلاد الى محترق نحن ما دارينه، ويدي فرصة الى المجلس العسكري انه يعيد ترتيب الاوراق بتاعته. تمام، رغم انه الناس الليلة ميتة، اي زول عنده عزة وعنده كرامة والله ما يمشي يتفاوض مع الناس دي. والله اي سوداني قيور همه الوطن والله ما يمشي، والله ما يمشي يتفاوض مع قتلة، والله ما يمشي يتفاوض ويخط يده مع قتلة. انت قاتل، حميت ده الليلة داير منك شنو؟ انت حميت داير منك الليلة اي اتفاق، اتفاق دولي عشان حميت ده يشتغل على نظافة، عشان حميت ده لما يختصب يختصب بالقانون، حميت ده لما يقتل اسلم يقتل برا القانون. لكن بعدين حميت حيكون هو نائب رئيس المجلس السيادي، حميت بعدين حيكون هو رمز الدولة وسيادتها. سبحان الله، المختصب والقاتل سيصبح رمز الدولة وسلطتها ورمز وحدتها. حميت رمز وحدة السودان، حميت الليلة بيقتل بدون قانون، بعد شوية لما الدول دي تحترف بيه وحميت ده منه، والله حميت ده نائب رئيس المجلس السيادي في الفترة الانتقالية، القتل حيكون على اصوله، الاختصار حيكون على اصوله، القتل مش حيكون في شو، حيكون في البيوت بالقانون، بالمواثيق الدولية، بالمواثيق العالمية. حميت يمشي يجيب سلاح نووي يضرب كل ابناء السودان بالقانون. اللي بدا القانون ده منه كمية بتاعت احزاب لا تمثل المواطن السوداني في حاجة، كمية بتاعت احزاب ما كانت واقفة مع المواطن السوداني والله خلال 30 سنة. 30 سنة اقعد مع نفسك، شوف الصادق المهدي ده قدم الى الشعب السوداني شنو، شوف احسن الصادق المهدي ده قدم للثورة السودانية شنو، وخلي الثورة السودانية دي ارجع قبليها 10 سنة، شوف الصادق المهدي قدم الى الثورة السودانية شنو. الصادق المهدي منذ خروج المستعمر في فترة من الفترات، الصادق المهدي سلم السلطة المدنية الى دولة عسكرية، ده الصادق المهدي. الصادق المهدي كان ما واقف مع الشعب في اي حاجة. خلونا من الكلام ده كله، قوى الحرية والتغيير الليلة مشت، خشوا التفاوض، خشوا الليلة تفاوضوا مع المجلس العسكري، يتفاوضوا على شنو؟ ويتفاوضوا على ماذا؟ ما بتعرف انت ولا انا بعرف، ولا أبناء الشعب السوداني بيعرف أنتم بتتفاوضوا على شنو. هل هم كانوا بيتفاوضوا على تسليم السلطة؟ أجزم لك ما كانوا بيتفاوضوا على تسليم السلطة، هل قالوا للمجلس، هل بيانات تجمع المهنيين، ليه تجمع المهنيين طلع بيان قوي، هل ممثل تجمع المهنيين قال البيان ده عيني عينك قدام البرهان وحميتي؟ ما قالوا الكلام ده والله ما قالوا. هل ممثليننا ممثلين الشعب جوا وقفوا قدام المجلس العسكري قال لي يا اخي وقف القتل ده والا حنرجع الى الشوارع؟ ما قالوا الحاجه دي، طيب هل هم كانوا بيتفاوضوا على تفكيك المجلس العسكري؟ لا لا، اوريك كانوا بيتفاوضوا على شنو، شفتوا الوثيقه دي؟ دي الوثيقه اطلعت يا معلمين، دي ما كلامي انا ولا مدلس فيها ولا حتكلم في حاجه برا الوثيقه دي. دي الوثيقه طلعت جمع المهنيين وطلعها حزب المؤتمر السوداني وطلعوها دعاة الهبوط الناعم، دعاة الوصول الى السلطه على اعناق ابناء الشعب السوداني، الوصول الى السلطه على جثث ابناء الشعب السوداني، الوصول الى الوصول الى القصر الجمهوري على اعناق ابناء الشعب السوداني. شوفوا كان بتفاوض على شنو، الوثيقة دي ما فيها أي كلمة عن قوات الدعم السريع. دي الوثيقة طلعت يا معلمين، الطلعات والحرية والتغيير، ما فيها أي ذكر لكلمة الدعم السريع، لا ذكر بخير ولا ذكر بشر، ولا تكلمت على تفكيك كتائب الظل والدولة، ما تكلمت على أي حاجة. خشوا الليلة ممثليننا الضعفاء الفشلة الخونة، خشوا بعدما امس الحزب الشيوعي طلع من التفاوض، الحزب الشيوعي قال انا ما حاخش تفاوض، قبل الحزب الشيوعي طلع منه طلعت الجبهه الوطنيه العريضه بقياده عمنا محمود حسنين الله يرحمه، قالت انا ما حاخش التفاوض.
الممثلين منو الخشوا التفاوض؟ ممثل نداء السودان وممثل ناس الميرقري وبعض الممثلين من تجمع المهنيين اللي باعوا ضمائرهم واللي استلموا من الامارات، باعوا ضمائرهم عديل، باع الضمير ده باعوه عديل. تمام؟ بيتكلموا على النقطة 11، المجلس العسكري ده جلس في النقطة 11، النقطة 11 بتقول شنو؟ النقطة 11 بتتكلم على اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته. الناس تقرا الوثيقة، فيها كلام كثير. المجلس التشريفي اللي هم قالوا ده ما مجلس تشريفي. تعيين رئيس مجلس الوزراء، ده المجلس السيادي. احتماد أعضاء مجلس الوزراء، ده المجلس السيادي. احتماد حكام الأقاليم، الوالي بتاع نيال، الوالي بتاع سنار، الوالي بتاع ده احتمادهم بالمجلس السيادي. خلونا من الكلام ده كله، الوثيقة دي أصلاً هي فاشلة. بعد الفشل بتاع ده كله، المجلس العسكري بيخوض في الشروط بتاعته. رغم من الليلة نحن الدماء بتاعنا دمانا بتسفك، المجلس العسكري بيخوض في الشروط بتاعته. والخونة بتاعيننا بيتقبلوا. اي اوكي تمام. النقطة 11، النقطة 11، النقطة دال بتقول شنو؟ احتمال تعيين اعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق احكام المادة من هذه الوثيقة. المجلس العسكري قال لا، المادة دال دي مفروض تضيفوا لها بعد تشكيله وفق القانون. ده المجلس العسكري بيقول انه المجلس التشريعي تضيفوا عليه وفق القانون. منو الليلة المتحكم في القانون؟ الكيزان. منو الليلة المتحكم في القانون؟ المجلس العسكري الليلة هو المتحكم في القانون. ما هو الحرية والتغيير متحكمة في القانون؟ يا شاهد، يا شاهد، عمنا علي محمود حسنين طلع من التفاوض وهو في قبره. عمنا محمود حسنين يا حبيبنا عنده حاجة اسمها الجبهة الوطنية العريضة، ولا ما سمحت بالجبهة الوطنية العريضة؟ عمنا محمود حسنين كان رئيس الجبهة الوطنية العريضة. طيب عمنا حسين ربنا يرحمه وتوفى إلى رحمة الله، الجبهة الوطنية العريضة يقفلوها بالمفتاح، يقولوا عمنا ده خلاص مات، نحن ما دكانه، ما دكان. تمام؟ النقطة دال المادة دي، المادة 11 هاي، المادة دا يتكلم، المادة المادة بتقول كالآتي: إعلان ده الكلام القبل ما يخش التفاوض عليه ذاته. إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الدفاع والأمن الذي يتكون من رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير المالية ورئيس الأركان المشتركة. الليلة المجلس العسكري قال النقطة دي معجبه ومفروض تعدلوا فيها حاجة. تعديل رئيس الأركان المشتركة إلى شنو؟ إلى القائد العام إلى القوات المسلحة. القائد العام للقوات المسلحة، بوريك انه المجلس العسكري داير يعمل حاجة اسمها القائد العام للقوات المسلحة، اللي هو حيكون البوهاني، حيكون حميدتي، اللي حيكون مسيطر على كل حاجة. ما في حاجة اسمها رئيس أركان، ده كان زماني في الجيش، زمان لما كان عندنا جيش. طيب المادة 11-2، هل اتفقوا عليها؟ المادة 11-2، المادة 11-2 يحتبر الاحتماد او المصادقة او التعيين، ما عارف احتماد مجلس السيادة فقد حكمنا بمضي خمس. ده هنا قالوا لك انت تشريفي، لكن هو ما تشريفي ليه؟ لانه عنده سلطات. عشان قوى الحرية وتغيير تمشي الجوطة التعاون غلط العماته مشت تلف وتدور، قالت في حاجة اسمها احتماد. الاحتماد ده انه البرهان وحميدتي بس يحتمد. يحتمد معناته شنو؟ معناته البرهان يكون ماسك الورقة وقلم بس عليه ويوقع، عليه ويوقع. النقطة 2 دي اللي هي بتتحكم في صلاحيات مجلس السيادة دي ما اتفقوا عليها. أصلي حيطلعوا لها يقول لك احنا وصلنا 95%، مش قبل كده طلعوا وقالوا احنا وصلنا إلى 95%. الناس ما وصلوا إلى 5%، 5% ما وصلوا ليها. النقطة 2 ترجع الى التفاوض، يعني تاني في جولات بتاع التفاوض، شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين، لحد ما البرهان ده وحميدتي يكونوا البيت الداخلي بتاعهم، لحد ما حميدتي يجيب دبابات ويجيب أسلحة، ترجع الى التفاوض. تمام. المادة 3 من
الجزئية 10 المادة 3 لأغراض هذا الاحتماد. هنا هو الحرية والتغيير بتعرف لك الاحتماد معناته شنو، بتعرف لك الاحتماد والمصادقة معناته شنو. بتقول لك انه الاحتماد والمصادقة تعني التوقيع، وما في كلام زي ده في القانون، ما في كلام زي ده، ما في في القانون الدولي او القانون المحلي او في القانون الاسلامي او في الحياة الطبيعية، ما في زول عنده الحق بتاع يقول اي. في زول في الدنيا دي عنده حق بس انه يقول اي، شوف تعرف زول في حياتك بس بيقول اي ما بيقول لا. اي مواطن عنده حق القبول وعنده حق الرفض، ده ما ربنا خلق الانسان كده. ده هنا داري يخش يقول لك لا لا لا، هنا نحن قاصدين شو عاد شو الناس بيدلسوا عليك، بيدلسوا على العموم الشعبي كيف بيقول لك لا لا لا. الاحتمال هنا انت عارف نحن قاصدين بشنو، انه بس التوقيع. يعني البرهان ما عنده حق بتاع رفض، لا 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 ما عنده حق بتاع رفض. الليله المجلس العسكري الجنجوي دي اللي بيختلنا وبيختصب نسائنا رغم التنازلات بعد كله ما راضي. ليه؟ من يهون يسهل الهوان عليه، لانه النازل فارق الخط بتاع الشارع بتاعهم، فارق الخط بتاع مطالب ابناء الشعب السوداني، عشان كده بيقوا ذليلين. زي ما عمر البشير زمان كان بحوم السعوديه والامارات وبيمشي سنار والقطارف عشان ياخذ شرعيه من ابناء الشعب السوداني، كان عمر البشير بيكون زي الكلب الجربان مع احترام الكلاب، لانه فارق ناسه، فارق عزته وكرامه اهله. دي قوى الحرية والتغيير وقوى الهبوط الناعم، فارقوا مطالب الشعب السوداني، عشان كده المجلس العسكري بديهم في راسهم، لأنهم ناس ذليلين، لأنهم ناس دارين يصلوا إلى الكرسي ده بأي طريقة، حتى ولو ركعوا للبرهان الحميد عشان يصلوا بعملوها. بعد شوية يطلعوا لك ويقول لك والله نحن وصلنا 95% وصلنا 85%، ما وصلوا 5% ما وصلوها. دي كلها نقاط بتتكلم على مجلس السيادة. النقطة 3، النقطة 2 بتاعة المصادقة، انه بعد 15 يوم القرار يمشي للمجلس التشريعي، ما اتفقوا عليها. الكلام بتاع الاحتماد ده معناته شنو، هل هو قبول ولا رفض، ما اتفقوا عليها. دي بنود اساسية في صلاحيات المجلس العسكري. حتى لو قلنا نحن جبنا بالبرهان وحميدتي، يعني نحن جبنا بالبرهان وحميدتي، هو ما قابل بينا، ما قابل بينا، لانه نحن اللي بتفاوضوا بتاعنا ناس ضعفة، اضعف ما يكون يا اخي. استغفر الله العظيم. المادة 14 يتكلموا عنها الليلة في التفاوض، الليلة قعدوا في التفاوض عن المادة 14. المادة 14 بتتكلم عن شنو؟ المادة 14 بتتكون من مجلس الوزراء الانتقالي، يعني تكوين مجلس الوزراء الانتقالي اللي هي فيها يتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء. الكلام هلم جرة ده بتاع انه 20 وزير من كفاءات وطنية يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قوائم مرشحي قوى اعلان الحريه والتغيير ويحتمدهم مجلس السياده. دي النقاط بتاعت النقطه 14 برضه فيها تختار قوى الحريه والتغيير رئيس مجلس الوزراء ويعينه مجلس السياده. تكون مسؤوليه الوزراء تضامنيه وفرديه امام المجلس التشريعي الانتقالي عن اداء مجلس الوزراء والوزراء. دي النقطه الخشبه قوى الحريه والتغيير، رغم اخفاقات، رغم انه في صلاحياتنا برضه للمجلس السيادي، النقطه دي كلها المجلس العسكري محترف بها. كلها قال دي نقطة نتناقش فيها مرحلة ثانية، يعني المجلس العسكري ذاته عنده رأي في مجلس الوزراء ذاته، تقول لي دي دولة مدنية؟ تقول لي دي دولة مدنية يا أخوة الحرية والتغيير؟ المجلس العسكري عنده رأي في النقاط دي لسه ما احتمدت، ولا قال أوكي كلامكم صح، دي قال نتفاوض فيها مرة ثانية، وده قالوا سمعا وطاعة يا مجلس عسكري. سمع وطاعة يا برهان ويا حميد، ما انت قاعد تقتلنا وانت سيدنا وانت اللي حتدينا الكرسي، نأجل مرة ثانية. طيب المادة 15، المادة 15 بيشوف، شوف شوف المجلس العسكري ده اللي بقى طمعان لحد وين، لأنك انت تنازلت عن دولة مدنية كاملة بقت دولة مدنية مشاركة، تنازلت عن المشاركة ذات النص بالنص، رضيت بالأقل من النص، تمام؟ غتلوك في 29 رمضان وقتلوا نسائك واغتصبوا نسائك واغتصبوا أطفالك، بعد ده كله أنت ساكت وراضي. شوف الزلة دي وصلت لحد وين؟ النقطة 15 اللي هي بتتكلم عن اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء، دي تناقشوا عنها الليلة. قاعدين بيتفاوضوا عنها الليلة والدماء بتسيل في سوق ليبيا وفي شوارع الخرطوم. المادة 71
ما اتفقوا عليها. واحد طيب بتقول شنو النقطة واحدة بتقول ما اتفقوا عليها؟ تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير. دي نقطة بتاعت خلاف، ما نقطة بتاعت خلاف، لكن المجلس العسكري داير يخش ذاته في البرنامج ذاته جوا برنامج بتاع الفترة الانتقالية ده. البرهان احمد داير يخش جواه عشان لو في سرقة يسرقوا، لو في سرقة يسرقوا، او احتمال البرنامج ده يكون بتعارض مع السعودية والامارات، ودي الكفيل، الكفيلة السعودية والامارات. دي نقطة ما اتفقوا عليها. النقطة سبعة بتقول شنو؟ الاشراف على انفاذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. المجلس العسكري ما رضى بالنقاط دي، توريك ان المجلس العسكري بعد ما ضمن مجلس السيادة عينه بقت في المجلس بتاع الوزراء، لانه الناس اللي بتفاوضوا هم ضعفة وناس لا يمثلوا مطالب الشعب السوداني. دي نقطة داير اي واحد اي الناس اللي بتسمع فيني يا جماعه، النقطة دي دايركم كلنا نتناقش فيها لو تكرمتوا. صوتي واضح يا شباب؟ قبل ما ابدا، قبل ما افتح النقطة دي، صوتي واضح؟ صوتي واضح يا شباب؟ النقطة دي مهمة، داير اي مواطن يسمعها، اي مواطن سوداني داخل السودان او خارج السودان او عنده علاقة بالسياسة، انا داير يسمع النقطة دي. صوتي واضح يا شباب؟ عارف زي ما عارف لانه ما قادر اشوف. صوتي واضح تمام؟ طيب النقطة دي انا حاقول لكم، وداير اي واحد من الناس اللي قاعدين معي دي يفكر في النقطة دي، نشكل مخنا كلنا مع بعض عشان نعرف احنا ماشيين الى وين. في نقطة المجلس العسكري دق فيها جرس، البرهان وحميدتي دقوا فيها جرس، ونقطة قد تكون ما مهمة لك وما مهمة بالنسبة لي. النقطة 16-1 دي النقطة الليلة المجلس العسكري دق فيها جرس. النقطة 16-1 إذا عندك الوثيقة اطلعتها تجمع الحق والحرية والتغيير أو خش صفحة المؤتمر السوداني بتلقى الوثيقة دي قاعدة. المادة 16-1 بتتكلم عن شنو؟ يشترط في رئيس وعضو مجلس الوزراء الآتي: أن يكون سوداني بالميلاد، أن لا يقل عمره عن 25 عاما. النقطة دي فيها حاجة؟ ما فيها حاجة. النقطة دي بتزعلك؟ بتزعلني؟ ما بتزعلنا. المجلس العسكري دق جرس في النقطة 16-1. النقطة 16-1 شنو؟ أن يكون سوداني بالميلاد، أن يكون سوداني بالميلاد. ده العضو اللي بيكون في مجلس السيادة، الخمسة زائد خمسة الأعضاء ده يكون عندهم شروط، أن يكون سوداني بالميلاد. المجلس العسكري دق جرس وقال النقطة دي تتغير، النقطة دي تتغير تمام. البرهان جنسيته سوداني، حميدتي عنده جواز سوداني، قوى الحرية والتغيير جوازات سودانية. المجلس العسكري ليه دق جرس أن يكون سوداني بالميلاد؟ منو؟ المجلس العسكري عنده زول في الخلفية عنده جواز غير الجواز السوداني وداري يجيبه المجلس العسكري منو؟ منو؟ فكروا معايا يا جماعة. يا أمل، حميدتي عنده جواز سوداني، يعني حميدتي بالتزوير عنده جواز سوداني، ده خليه تمام. قوى الحرية والتغيير رضيانة بحميدتي والبرهان، في شخصية ما في زول شايفها. المجلس العسكري دق جرس لأنه النقطة دي لو المجلس العسكري وقع عليها حتمنع زول إنه يجي في مجلس السيادة. منو؟ المجلس العسكري دار يجيبه وهو ما عنده جواز سوداني. الدلاها قاصدين طه. طيب نتناقش شوية شوية، نتناقش شوية شوية. طه عنده جنسية سعودية
وقاعد وضارب الترطيبة وضارب الكبسة وطالب من طال عمره اللي بيخلي طه يجي السودان والبلد السخانة شنو؟ ما أتوقع الحاجة دي، ما أتوقع إنه طه. قوش عنده جواز أمريكي، جواز دي نقطة المجلس العسكري يطيح فيها زمن ويدق فيها جرس ويقول لا 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 لا، دي تتغير ودي نقطة هامشية تثق تماما إنه المجلس العسكري عنده زول في الخلفية داير يجيبه وهو عنده جنسية غير الجنسية السودانية. ودي سقطت يا قوى الحرية والتغيير. ما هو مهما اختلفنا في النقطة دي في اثنين، يا طه السعودي يا صلاح قوش، يا طه يا عوض اللي بيقول حمدوك. حمدوك ده في مجلس الوزراء، انا بتكلم على مجلس الوزراء يا جماعه، انا بتكلم على مجلس السياده. مجلس السياده ده دق جرس في ان يكون سوداني بالميلاد، بس سوداني بالميلاد المفروض تتغير. هندي الماده 16 واحد ترجع الى التفاوض، يعني المجلس العسكري داير يتفاوض في النقطه دي. ما هو يا طه السعودي يا صلاح قوش. طه ضارب الكبسة وضارب العربات وعايش في السعودية في أمانة الله وبتلفون بحرك الأمر ما محتاج. قوش كان قاعد في اللجنة العاملة للانقلاب. قوش على لسان ال- 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 الخائن الصادق المهدي قال إنه قبل ما قبل فضل مش قبل قال قبل جاني صلاح قوش في البيت، وصلح صلاح قوش إنه هو حمامة سلام. صلاح قوش هسه اختفى، ما في سؤال عارف صلاح قوش وين، ولا صلاح قوش بيعمل في شنو. صلاح قوش بسافر الامارات وبسافر السعوديه. دي نقطه يا قوى الحريه وتغيير، هل يعقل انكم بتتفاوضوا وانتم اغبياء لدرجه انه ما عارفين المجلس العسكري اللي يجيب لكم منه؟ هل دي سقطت يا قوى الحريه وتغيير؟ قوش من مواليد السودان لكنه يحمل الجواز الامريكي. قوش عنده جواز امريكي وده يتعارض مع وجوده زي طه السعودي، عنده جواز سوداني وعنده جواز سعودي. عشان يرجع الى مجلس السياده لازم يتنازل عن جنسيه. هل طه حيتنازل على السعوديه؟ ما بيتنازل عنها. هل صلاح قوش حيتنازل عن الجنسيه الامريكيه؟ ما بيتنازل عنها. تقبل انت لانك انت ضعيف، لانك انت انا بختن نسائك وبختصب رجالك، تقبل انه انا اغير واجيب لك صلاح قوش؟ دار تعمل شنو؟ لانك انت اللي بيمثلك ضعيف. ده الكلام الليله الدار داخل اروقه التفاوض وما حيطلعه ولا حيطلعه. حيطلع حيقول لك والله احنا وصلنا 97% بس واقف لنا 1%، او يطلع يقول لك والله احنا كملنا كل النقاط. طيب نمشي لباقي النقاط اللي هم تناقشوا عنها. بتاعت صلاح قوش انتهينا منها. المادة 23-3 دي نقطة ما اتفقوا عليها، والمجلس العسكري برضو بقى فيها جرس وعندهم جولة تانية. النقطة المادة 23-3 بتقول شنو في الوثيقة الأساسية؟ يتشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة. عشان اقول لكم انه الناس اللي بيمثلونا كانوا بيغشوا علينا، مش دي الكلام اللي هم طلعوا وقالوا دي دولة مدنية كاملة، المجلس التشريعي ده حقنا، وقالوا نحن اتفقنا في تصريحاتهم قبل فضل الاعتصام، قالوا نحن وصلنا الى 95% اتفقنا على المجلس التشريعي اللي هو حيكون حقنا. الليلة المجلس التشريعي ما حقنا، ما حدنا. النقطة دي المجلس العسكري دق فيها جرس بتاع التشكيل المجلس التشريعي بعد 3 شهور أو 4 شهور، دي لسه ما حددت، قد يكون بعد 5 سنة. 5 سنة دي جولة تانية في التفاوض، يمشوا تاني شهر في التفاوض في النقطة دي. طيب دي المادة 24، دي المادة 23-3، المادة 24، المادة 24، أنا قاعد أقرب هنا وقاعد أقرب هنا يا شباب، أنا كاتبها في ورقة. المادة 24، وين المادة 24؟ المادة 4
24/2 باقي النقاط اللي هم داقين فيها جلس ما مهمة. تمام؟ يلا المادة 23 محل بتاعت خلاف. الناس ممكن ترجع الوثيقة، الناس تقرأ الوثيقة. المادة 24 جزئية 2 أو جزئية 3 مختلفين حولها. تعالوا للمادة 32. تعالوا يا شباب للمادة 32. المادة 32 المجلس العسكري يطالب الخونة، يطالب الذين تنازلوا عن مطالب الشعب السوداني وداري عملوا لهم مدنية إلى التقوها للتيك عشان يطلعوا على الشعب السوداني ويقول له والله دي المدنية بتاعتك. تمام؟ المجلس العسكري اللي لو يطالب لما تذكر القوات المسلحة في أي وثيقة، ده مطلب وحتشوفوا الكلام ده لقدام قاعد، حتشوفوا الكلام ده لقدام قاعد، أي وثيقة كلمة القوات المسلحة تلحق بقوات الدعم السريع. خدت الكلام ده في بالك. الوثيقة اللي قلت لكم طلعوها والحرية وتغيير وجو نظام ديمقراطية، نحن نشرنا الوثيقة، وأي زول داير عنده تعليقات يعمل وثيقة، الكلام ده أنا قلته في لايف قبل كده. قلت إنه الوثيقة اللي قاموا طلعوها دي وثيقة بتاعت امتصاص شارع. يعني دي وثيقة لما تقراها بتحس إنه هي كويسة، لكن لما تتعمق فيها بتلقى إنه كل النقاط دي متضاربة ببعض. يعني تلقى الصفحة الأولى متضاربة مع الصفحة الأخيرة. دي وثيقة كانوا داير يمتصوا بها الغضب بتاعك أنت اللي قاعد تطلع مواكب. الوثيقة ديكي القاموا سعنا 20 ما فيها أي ذكر للجنجويد ولا تكلم عنه لا بخير لا بشر لا بباطل. المجلس العسكري اللي بقول لهم أي كلمة قوات مسلحة طوالي بعد قوات الدعم السريع، طوالي أمر لأحزاب الهبوط الناعم، لأحزاب تتنازل عن دماء الشعب وأبناء الشعب وأحلام الشعب، وتتنازل عن أي حاجة الشعب طلع عشانه داري يتنازل عنه. ده المادة 32 إضافة الدعم السريع للقوات المسلحة. ما تقول تاني قوات مسلحة يجيب الدعم السريع أول وبعد القوات المسلحة، لكن الدعم السريع يكون قاعد. المادة 33 دي مطالبات المجلس العسكري بقول إضافة والسيادية بعد السلطة التنفيذية. المادة 34 تعديل اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني. المادة 35 النقطة ألف مختلف حولها، دال ترجع للتفاوض، النقطة زين مختلف حولها، طاء مختلف حولها. ديل الناس الليل اللي هم كانوا يتفاوضوا مع المجلس العسكري، في حين إنه المجلس العسكري ما مات لزول ولا اغتصبوا نسوانه. الليلة نحن اللي بنموت الشعب السوداني، الشعب السوداني الليلة اللي طلع عشان يقول يسقط المجلس العسكري جو فاتوا خشوا التفاوض في القصر الجمهوري، ويا ريتهم لو كانوا يتفاوضوا على تسليم السلطة فورا. الكلام والبيانات والمؤتمرات الصحفية اللي بيطلعوا يقولوا لك ده، زي ما طلع مولانا التاج قبل يومين، احترامي وحبي لمولانا التاج، قبل يومين طلع في إحدى الندوات داخل الأحياء امتصاص الشارع، قال خلال 48 ساعة إذا لم يتم تسليم القتلة فلتذهب قحطي إلى مزبلة التاريخ، وليذهب تجمع المهنيين إلى مزبلة التاريخ. الكلام ده قبل ما تكون في المليونية بتاعت يوم الخميس. طلعوا لك أمس عشان يمتص شارعك أنت، عشان يقول لك إنه أنا بدعم في الشارع وما جاب السيرة بتاعت التفاوض. الليلة قبل المليونية طلعت قبل المليونية عملوا لك مؤتمر صحفي بتاع قوى الحرية والتغيير، وجوا لفوا ودوروا إنه التفاوض، وسنحترم الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي لو كان عارف فيها خير كان خلاه عليكم. الإجماع الوطني لو كان عارف فيها خير كان خلاه عليكم. بعد ده كله دارين تطلعوا على جثث أبناء الشعب السوداني، أطفال والأمهات والأبهات الليلة قاعد يبكوا. ما مشيتوا قلت لهم الفاتحة زي ما مشيتوا الأبيض، ما شفتوا معاهم الفاتحة، استحميتوا ولبستوا بدلكم ويلا على القصر الجمهوري، والناس كانت بتموت في الشوارع. خشيتوا التفاوض، أريتكم لو خشيتوا بقوة الشارع السوداني، ليه الشارع السوداني ده القوة بتاعتكم، لكن انتو فاردتوا طريق الشعب السوداني، فاردتوا والله بلا رجعة، وبقيتوا تدلسوا على ابناء الشعب السوداني، تكذبوا
جايبين السلام المدنيه بكره يطلع لك الاصم في, يطلع الاصم في راديو يقول نحن نحن قوى الحريه وتغيير, والحريه وتغيير على تواصل مع عبد الواحد. ما يا بتكذبوا انتوا يا بيكذب عبد الواحد. عبد الواحد ما قاعد يكذب, مواقفه واضحه وصريحه. انتوا الكذابين تطلع تقول انه في تفاوض وفي ممثل التغى بعبد بعبد الواحد. عبد الواحد مطلع بيان واضح وصريح. امشي اقراه يا العصم, امشي اقراه يا العصم. كلام واضح, كلام انك انت كذاب. قوى الحريه وتغيير كذابين. انا ما حاقعد معاكم. ده كلام عبد الواحد اللي هو قوى مسلحه اللي بتقولوا دارين سلام. قال لك انه بالواحد انا ما بتحت تسويه. انا ما حاخد يدي في يد قتله. لو كان انا دار اخد يدي في يد قاتل كان ما اجيب كبيرهم الذي علمهم السحر. عمر البشير ده ما هو جاب البرهان وجاب حميتي وجاب الكباش وكانوا هم اتباع لعمر البشير. كان ممكن اخد يدي مع عمر البشير لكن ده زول عنده مبادئ. ده زول ما بيتنازل عن دماء الناس اللي ماتت. بخار من الاصم؟ والله يا كامل ضحكتني والله العظيم. يعني همي ضحك وهمي بكي. تمام يا جماعة, ده كلام واضح وصريح. ما تخلي القشاوة في عيونك تعميك. ما تخلي القشاوة في عيونك بتعميك. الناس دي بيدوك في مسكنات بيسكنوا فيك شوية 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 عشان تتقبل الألم. كله إلا الأصم. نغير الموضوع. لكن قلت لكم احنا عايشين في دولة حبل الكذب قصير. داخل اجتماعاتهم قدام القصر الجمهوري دي عندنا جواسيس بتشوف. داخل اجتماعاتهم قاعدين داخل القصر الجمهوري عندنا عيون بتشوف. ديل ما بيتفاوضوا على دولة مدنية. ولا حيحاسبوا لك البرهان. ولا حيحاسبوا بيك حميدتي. والناس ديل رغم الدماء السفكت ورغم انهم هم في موقف بتاع قوه, الشارع ده والله وراك, والله الشارع ده تقول لك خش القصر الجمهوري, يخش القصر الجمهوري شفتوا اللي طلع بالملايين. رغم القمع ورمر الرصاص ورغم الاسلحه اللي هي اسلحه اباده جماعيه. دي اسلحه بتاعت اباده جماعيه. سي 5 ده بتاع اباده جماعيه. يطلعوا يدلسوا لك. طيب عبد الواحد ما شارك ليه؟ لا لا عبد الواحد نحن والله تواصلنا معاه وقعدنا معاه. عبد الواحد كان وزير قعد معي ولا في زول تواصل معي وطلع بيان. بالمناسبه عبد الواحد طلع بيان فيه 4 نقاط بيتطرق الى كلام الاصم. قال انه كلام ما صحيح. قال انه انا ما في اي وفد تواصل معي ولا قعدت مع زول ولا حاقعد مع زول. النقطة الثانية قال انه انا دعمت تجمع المهنيين لانه كانوا اولادنا وكانوا ابنائنا وكان الشعار بتاعهم تسقط بس وكان الشعار بتاعهم تفكيك جهاز الامن والاجهزة الامنية. نحن دعمناكم لكن انتوا الليلة خاشين في تسوية. انتوا الليلة خاشين في محاصصات. انتوا الليلة خاشين ودار تخط يدكم مع قاتل. قال لكم انا لو كنت عايز اخط يدي مع قاتل احسن القاتل الاكبر عمر البشير كان ممكن اخد يدي معاه. لما مشيتوا قابلتوا عبد العزيز الحلو في جنوب السودان. عبد العزيز الحلو قال لكم شنو؟ عبد العزيز عنده مواقف, عنده عقيده. انتوا لكن ما عندكم عقيده ولا عندكم مبدا. عبد العزيز الحلو بيمثل قطاع من قطاعات الشعب السوداني. في ناس خاتين امالهم على عبد العزيز الحلو انه يجيب لهم تعليم ويجيب لهم صحه. عبد العزيز الحلو عنده ناس قتلوا وفي دماء في رقبته. ما هو زول خاين. انتوا الخونه, انتوا الخونه, انتوا الخونه. قال لكم عبد العزيز الحلو قال لكم شنو؟ قال لكم انا ما حاتفاوض مع المجلس العسكري. لما تكونوا حكومتكم المدنية, لما تكونوا حكومتكم المدنية عشان بعد الرؤية تكون واضحة بالنسبة له, تكون واضحة هي دولة مدنية وتفكيك الدولة ولا دولة خليط زي ما يقولوا الإنجليزي هاف كاست, ولا دولة ما معروف أبوها وأمها منه,
ما معروف امها وابوها منو، اجابه منو الدوله المدنيه دي، جابها منو؟ ما جاب الشعب، جبتوها انتو، جبتوها انتو يا جزء من قوى الحريه والتغيير، جبتوها انتو بزواجكم مع القاتل. اللي بيحصل ده دي بوادر بتاعت زواج بين خونه لا يمثلون الشعب السوداني ولا ينتمون الى الشعب السوداني ولا قدموا الى الثوره السودانيه ولا كلمه بالخير. ما قدموها، ما قدموا الى الثوره السودانيه دي الا اطعنوا في الثوره السودانيه. انتوا ما بتمثلوها ولا حتقدروا تتحكموا في الشارع ولا حتقدروا تمتصوا الشارع يا قوى الحريه والتغيير ويا الاحزاب بتاعت الهبوط الناعم. ما حتقدروا تمتصوا الشارع وما حتقدروا، ما دام نحن قاعدين ومن الشعب السوداني ده قاعد يا قوى الحريه والتغيير، تفاوضكم ده تبلوا وتشربوا مويته. والله لا يمثلنا ولا يمثل اسرنا ولا يمثل ابنائنا الحايجو ولا يمثل اي مواطن سوداني غير على ابناء الشعب السوداني. تورد عندها مطالب كامله. الناس طلعوا الليله في المليونيه، مليونيه اسقاط المجلس العسكري، مليونيه اسقاط المجلس العسكري. حولتوها انتوا يا خونه يا منافقين، حولتوها الى القصاص العادل، لانه كلمه اسقاط مجلس عسكري دي بتخافوا منها. كلمه اسقاط المجلس العسكري دي انتوا ما دارينا، والكلام ده قال خالد سيرك، والكلام ده بكرره مره ومرتين وثلاثه، قال خالد سيرك صراحه وشفاهه، ما تبلد عليه، طلع في القياده العامه والناس بيقولوا تسقط ثالث تسقط ثالث. قبل فضل الاعتصام المواطن السوداني كان حصيف، مسك المايك ويا شباب ما تقولوا تسقط ثالث، المجلس العسكري ده بالنسبه لنا شريك. تذكر الكلمه اللي انت قلتها دي، وانت حتكون شريك في اي قتل حصل ده، لانك انت قلت بالنسبه لك شريك. ما شريك بالنسبه لنا، ولا حنتفاوض مع قتله ولا حنقعد مع قتله ولا حنخوت يدنا في قتله. والشوارع بيناتنا، والشوارع الشوارع دي مش قلتوا انكم قوى الحريه والتغيير انتوا قايدين الشارع؟ وقعوا اتفاقكم ده، وقعوا بكره ونشوف فعلا انتوا قايدين والله انتوا ما قايدين الا الخونه زيكم، والله انتوا ما عندكم الا الخونه زيكم. دارين تيجي تخشوا لنا في زواج مع قاتل ومع مختصب، دارين تعيدوا انتاج الانغاز ثاني بس عشان تكونوا قاعدين في المناصب وتطلعوا الليله مشيتوا القصر الجمهوري وارجلكم ملطخه بدماء الناس الماتت دي. والله 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 ارجلكم ملطخه بدماء الشعب السوداني، حتى لو ما مسكتوا بندقيه وحتى لو ما مسكتوا طلقه، لانه بيانكم طلعتوا بيان هزيل. اشخاص منقبون، لا لا القاتل معروف، القاتل كلامك غير منطقي، بخون في ناس، انا بخون الناس التانيين بالواضح والصريح، بخون الصادق المهدي، بخون رئيس حزب المؤتمر السوداني، بخون ديل الكتل اللي بخونهم الاثنين، بخون كتلة نداء السودان. شفت كتلة نداء السودان دي كلها ديل الخونة، ولا يتفاوض على مطالب الشعب السوداني، ولا يتفاوض على تسليم السلطة. والكلام ده اللي قلت لكم انا ده بعد شويه حتشوفوا منتشر، بعد شويه حتسمعوا من زول غيره، من ناس ثاني ثاني وثالث ورابع. المعلومه في السودان ما بتتدسها، تمام؟ ده الوضع اللي انا بقوله لكم، ده الليله التفاوض ده كان داير على النقاط دي، تمام؟ يا طلال انا خاين، شكرا لك تماما، تمام؟ ما هو الايام بيناتنا، اذا انا خاين الايام بتثبت لك انه انا خاين، إذا هم خونة الأيام حتثبت لك إنهم هم خونة. ما نستعجل، إذا أنا خاين طوالي أنا راضي إنه أنا أكون خاين، راضي تماما والله إنه أنا أكون خاين، تمام؟ الناس اللي ما بتفاوض على مطالب الشعب السوداني، والناس اللي ما حيوقفوا التفاوض نهائي، والناس اللي حيتنازلوا ويتنازلوا ويتنازلوا لحد ما تلقى نفسك إنك أنت في دولة ما معروف أبوها منو ولا أمها منو، ولما يوم يوقعوا الاتفاق كلهم حيتنصلوا من الاتفاق. زي ما الوثيقه، تذكر الوثيقه طلعوها في شهر 5، لما الوثيقه الناس انتقدتها طلع الصادق المهدي قال الوثيقه دي انا ما شفتها.
رئيس حزب المؤتمر السوداني الدقير ذاته طلع قال انه والله الوثيقه دي كانت باستعجال ومفروض انه احنا كان نعدلها. كلهم هربوا من الوثيقه، ما عرفنا الابو طلع الوثيقه منه، ما عرفنا. ده نفس اللي حيحصل لك، حيوقع اتفاق واي زول فيهم حيقول لك ده ما انا، اي زول فيهم حيقول لك ده ما انا. عرف نفسك انت منو. انا مواطن سوداني، مواطن سوداني زيي وزيك، تمام؟ لا انا جاي هنا بتكلم لك عشان اقول لك رشحني في الفتره الانتقاليه، ولا انا جاي بتكلم لك هنا عشان اقول لك والله يا اخي انا داك اكون لي حزب. نحن ما عندنا حزب ولا حنكون حزب، تمام؟ ولا نحن عارضين نفسنا ككوادر مؤهله، ما عارضين الحاجه دي نهائي، ما عارضين الحته دي عشان اجيب لك مؤهلات. شو لو انا جاي في حكومه انتقاليه اقول لك والله دي شهاداتين خريج كده وعامل كده وسويت كده، انا مواطن زيي وزيك، ضل اوصل لك انت معلومه تقبلتها خير وبركه، ما تقبلتها انا ابريد ذمتي ووصلت المعلومه. عرف هدفك شنو؟ اسقاط المجلس العسكري. هدفي اسقاط المجلس العسكري ولا حكون كوس. شفت البرهان وحميتي واللجنه الامنيه دي؟ اسقاطها كلها تسقط وتخش السجون، ده الهدف بتاعي، تمام؟ في امان الله. معلش انه خشيت بدون موعد ولا اعلنت اللايف، بس دي معلومه حبيت اوريها لكم. في امان الله يا شباب، معلش اذا كانت زول الضايق شويه، في امان الله يا شباب.